للمزيد تنضم إلينا هاتفيا دكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي عن مدينة فرساي الفرنسية. أهلا بك دكتورة، وكيف تلقي يعني هذه الواقعة بظلالها على دوائر السياسة في فرنسا؟ اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. طبعا هي يمكن استقاله وزير البيئه اليوم احدثت يعني الحقيقه حدث هام جدا جدا في على النواحي حتى يمكن الاصعده السياسيه في فرنسا، خاصه بان الوزير متهم بقضايا فساد وقضايا بذخ ويعني صرف الاموال الطائله في تجهيزات الموائد، وايضا يعني يذكر ان هناك 63 الف يورو تم صرفهم من خزانه الدوله حتى يتم تجديد مسكنه. فطبعا هذه القضيه او هذا المدلول السياسي يعبر عن للاسف الشديد عن خطا كبير وجسيم ايضا في حكومه التي يصفها الفرنسيين بأنها حكومة الأغنياء أو أنه يسمون ماكرون رئيس الأغنياء. وطبعا هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك بالنسبة للمواطن الفرنسي أو بالنسبة للمعارضين السياسيين لماكرون أنهم على طريق صحيح. بالنسبة إلى هذه الاستقالة، أنا أعتقد في وجهة نظر المتواضعة هو طبعا دورجي أشار إلى أنه يعني يهاجم من حرب شرسة إلكترونية أو اللي هو الميديا بارك، هي التي يعني كما تلقى عليها أنها يعني حرب عليه إعلامية. لكن هو الحقيقة قبول الاستقالة من عدمه يعني سوف يفتح باب للتحقيق أيضا في إذا ما كانت هذه الواقعة تمت بالفعل. لكن من الواضح أن هناك فواتير وهناك صور وهناك أدلة ومستندات جادة، يعني يمكن هو ده السبب اللي هو أدى إلى الضغط عليه بتقديم استقالته. يعني الحقيقة صحيح الميديا في فرنسا ممكن تبالغ بعض الشيء، لكن هي تستند في الأول وفي الآخر على وقائع حقيقية وثوابت. يعني فتقديم استقالته جاء بناء على بالفعل أن هناك أدلة تشير إلى اتهامه بقضايا الفساد أو البذخ الشديد. نعم، يعني هل عندما قدم استقالته قال أنه بسبب ضغوط من وسائل الإعلام، أم هو بالفعل يعترف بهذه التهم؟ هو أشار أنه يهاجم من قبل الإعلام وأن هناك حرب إعلامية شرسة ضده. يعني هو الحقيقة الإعلام أصبح أنه هو يعني تقدم بأدلة وقوانين وثوابت. يعني الحقيقة هي هذه ليست مجرد اتهامات أو ادعاءات، لكن إذا ثبت فعلا بأنه يعني تربح أو حصل من أموال الدولة على أشياء شخصية أو عقد ولائم أو عزائم شخصية تفوق الحد المسموح له بالميزانية، فطبعا هو أمام فعلا قضية فساد واضحة. يعني يمكن هي من أولى الأسباب يعني اللي أدت إلى تقديم استقالته. هذا لا ينفي أبدا أنه سوف يعاقب أيضا بالقانون، لأنه استغل سلطته في الحكومة وتربح من وراءها، أو أنه صرف وبذل أموال يمكن من أموال الشعب، لأن الشعب هو الذي يدفع تلك الضرائب التي قام بتبديده. نعم، شكرا لك دكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي عن مدينة فرساي الفرنسية.